السلام عليكم. قبل ما ابتدي احب اهني كل واحيي كل الجمهور اللي معانا النهارده، وتحديدا زملائي واصحابي اللي منورينا النهارده. هبتدي بسؤال صغير جدا، كم واحد فينا فتح الاخبار وتعكنن؟ سواء شاف حرب في مكان او جريمه او شاف مرض ملوش علاج. انا عن نفسي على طول متعكنن، بس انا فكرت ازاي اغير كل ده، ازاي اقلب المدينه دي لمدينه فاضله، او بمعنى اصح ازاي اوصل لليتوبيا، مكان من غير امراض، من غير فقر، من غير جريمه، مكان مفعم بالجمال والانسانيه والسلام، مكان فيه ارقى مستويات الوجود الانساني. كنت دايما بؤمن ان اي حاجه في الوجود بتبتدي بشكل بذره، البذره دي بتكبر بتنمو لحد ما تكون شجره بتحارب الريح، وبالتالي لو جبت طفل وغذيته بالمبادئ الحميده اكيد هيكبر وهيجتاز كل الحدود لحد ما يوصل لمكان كله امل. وانا كمسلم كنت دايما حاطط في دماغي ان مفيش حاجه اتخلقت عشان نفسها، والخلاصه ان مفيش حياه كريمه الا بالعطاء. عشان كده فكرت في الاي اس اي بي او الاليمنتري سكول امبروفينج بروجرام. ده برنامج عباره عن تدريب للاولاد بزرع فيهم مبادئ وقيم حميده عشان لما يكبروا يبقوا قاده محدش يقدر يقف قصادهم. غرض البرنامج الاساسي ان نزرع في الولاد دول مبادئ ومفاهيم اليوتوبيا اللي بتقتصر كلها في مفهوم الجمال. جمال؟ انت تعرف ايه عن الجمال اصلا؟ ايوه انت، بكلمك انت. انت عايز ايه دلوقتي؟ سمعني يا عم. ها بص يا عم، الجمال هو قيمه مرتبطه بعاطفه ده انت قليل ادب كمان بقى ده. بس كده؟ هو ده الجمال؟ ومش بس كده، هو الاحساس انك في اندماج تام مع الطبيعه، وده بيوصلك هو صحيح قليل ادب ومشي، بس الجاكيت بتاعه حلو فمش هكلمه. اكمل كلامي. انت بتبقى في ارتباط تام مع الطبيعه، فده بيوصلك لحاله نفسيه ممتازه واحساس بالجاذبيه. ومش بس كده، الجمال هو صفه من صفات المولى عز وجل، وده بيقتصر في قوله ان الله جميل يحب الجمال. بيتفرع علم الجمال لجزئين، الجزء الاول هو الجزء الملموس، والجزء الثاني هو الجزء المحسوس. الجزء الملموس هو تاثير العوامل الخارجيه والبيئيه على الانسان، انما المحسوس هي القيم والمبادئ اللي بتتزرع في الانسان. ابتديت مع الاولاد اللي هم في الاي اس اي بي، هم عباره عن اولاد مدرسيين اللي هم في جريدز من 1 ل 7، وابتدينا بتطبيق مفاهيم الجمال. اول مفهوم كان الملموس، وابتديناه وطبقناه بالاتي: بتزيين الفصول. فصول جميله ومتزينه، بس انا متوقع ان حد يجي يسالني دلوقتي، انا شفت الاشكال دي كتير، اي مدرسه في الدنيا بتبقى فيها الفصول متزينه. بس ارجع واقول له العمل ده عمل طلاب، هم اللي مزينين، هم اللي دافعين الفلوس الحاجات دي. ومش بس كده، كان الغرض الاساسي ان اخليهم على طول في حاله نشاط وفي حاله نفسيه ممتازه، وده بيرجع ان جسم الانسان بيتخلص تلقائيا من الشحنات السلبيه اللي في الجسم، من الشحنات السلبيه في الجسم. ده بيبعد الطالب عن حالات التعصب وحالات الاحباط. وده كان التطبيق الاول في الجزء الملموس. وابتدينا بالجزء الثاني، جزء النظافه. النظافه احنا عملنا الاتي: رحت للاولاد وقلت لهم فكره جميله جدا، احنا هننظف الحوش بتاعنا، هنعمل كليننج داي وقت البريك بتاعنا. كانت فكره جميله، بس كان المشكله الاتي: ازاي اقنع الولاد بمفهوم النظافه؟ ازاي اوصل لهم ان النظافه هي الحاجه الصح؟ دخلت الفصول في يوم وقلت لهم مين بيحب بلده؟ فردوا كلهم: كلنا. قلت لهم جميل، انا كمصري شفت بلدي اتحرقت، اتبهدلت، اتكسرت، بس كان ايه رد فعل الناس؟ ردوا عليا وقالوا لي ناس نظفوا ودهنوا الشوارع. قلت لهم جميل،
احنا كمطريين بنحب بلدنا، هننزل هننظف البلاي جراوند كنوع من المشاركه ونوري اخواتنا المصريين ان احنا فعلا حاسين بيهم. وفعلا كان في ولاد كتير مستجيبين، بس زي ما كنت متوقع السؤال اللي كله بيساله هو انا زبال عشان انظف؟ على فكره انا مقتنع باللي انا بعمله. او على الاقل ماما مقتنعه، يعني مش مشكله. نرجع للنقطه بتاعتنا. في ولد طلع قال هو انا زبال عشان انظف؟ فانا كنت مجهز رد للحاله دي، بس طلع ولد وسباني قال ممكن انا ارد؟ قلت له اتفضل. قوي قوي قال لي الولد انا هعتبر ان كلامك صح، بس تقدر تجاوبني على السؤال ده؟ هو الرسول كان زبال؟ هو الرسول كان زبال انه بيحسنا على النظافه؟ فعلى طول الولد تنح وقال انت صح انا معاكم. وعملنا الشغل الجميل اللي حضرتك شفتوه، نظفنا فعلا البلاي جراوند. ثالث تطبيق كان تطبيق النظام، ازاي نكون مجتمع منظم. ما كانش ينفع اخش على الاولاد واقول لهم مفهوم النظام بس بكلام ومحاضرات، كان لازم يحسوا ايه هو النظام وايه هو فايدته. عملنا الاتي، عملت لقب جديد اسمه البيج براذر. البيج براذر ده هو عباره عن عمل تطوعي، الولاد اللي بياخدوا اللقب ده هم مسؤولين ان هم ينشروا النظام والتهذيب وقت البريكس وقت البراير تايم. وبعد ايام من التدريب ظهرت النتائج الايجابيه، الولاد لقوا ان وقوفي في الطابور هي وسيله اني انجز مهمه سريعه، وهي كمان وسيله ان اتجنب المشاكل. انا نفسي كنت عايز اطبق الجزء ده، اني كنت عايز الغي قانون السائد ان القوي بياكل الضعيف، وده بيرجع اني قوي طبعا. ده كان الجزء الملموس. قبل ما انتقل للجزء المحسوس احب اوري حضراتكم حاجه. ده نموذج لبلد نظيفه جميله منظمه، احب اقدم لكم اسرائيل. دي اسرائيل اللي سرقت مننا القدس، اسرائيل اللي هانت الرسول، اسرائيل اللي هدموا المساجد، اسرائيل اللي حرقوا المصحف، اسرائيل اللي بيقتلوا في اخواتنا. في الجانب الثاني عندنا مصر، ام الدنيا، مصر اللي ذكرت في القران، مصر خير جنود الارض. هو ده حلنا. في النهاية أرجع أقول إن الجمال عمره ما بس هيتحقق ببس الجزء الملموس، لازم كمان الجزء المحسوس. وتاني حاجة ودي اللي أصر عليها وكله مجمع معايا عليها، مصر فوق الجميع. وابتدينا بالتطبيق التاني اللي هو الجزء المحسوس. بيتفرع الجزء المحسوس من الجمال لفرعين، جزء إنساني وجزء إنتاجي. ابتدينا بالجزء الإنساني، وكان التدريب الأول تدريب على فعل الخير والإحساس بالغير. طبقنا الموضوع ده بالآتي، عملنا حملة تبرع. حملة التبرع دي رايحة لعمال المدرسة وحراس الأبواب. كان لازم الولاد يشوفوا منظر معين في الوقت اللي هم بيسلموا فيه الهدايا والفلوس. كان الغرض من الموضوع كله الوقت اللي الناس بيسلموا فيه الهدايا ان الولد يشوف ايه احساس العامل، ايه الفرحه اللي بتبقى ايه الفرحه اللي بيبقى شاعر بيها في الوقت ده. لما ادولهم الهدايا على طول شافوا المنظر، ان ناس اخذوا حاجه قيمتها بسيطه جدا، ممكن يكون ثمنها اقل بكتير من مصروفي، بس ليها تاثير كبير جدا. فده معناه ان القليل بالنسبه لي هو كتير بالنسبه لغيري. وده كان التطبيق الأول. تاني تطبيق كان مفهوم القدوة، إزاي أنت تكون قدوة؟ إزاي أنت تكون قدوة؟ إزاي تحقق كل صح صح ماشي. من الواضح إنها قدوة ناس كتير هنا.
ما علينا، نرجع لموضوعنا الأساسي. إزاي الواحد يحقق قول سيدنا عمر بن الخطاب إن كثيرا من الحق لا يتبع؟ أتاريكم ركزين. إزاي الواحد يحقق قول سيدنا عمر بن الخطاب إن كثيرا من الحق لا يتبع من أجل هو الحق بل يتبع من أجل قائله؟ إزاي تخلي واحد يسمع كلامك سواء كان صح أو غلط؟ في نقط معينة لو الواحد اتبعها هيقدر يمسك حب الناس ويوصل لمكانة إنه كلامه بيتسمع مهما كان. أول نقطة إنك تنادي الولاد باسمهم، تاني نقطة إنك تضحك في وشهم، تسلم عليهم وتقعد معهم فترات طويلة، ثالث نقطة إنك ما تتجاهلهمش، رابع نقطة ودي أهم نقطة ما تحسسهمش إن هم أقل منك. أنا جربت الموضوع ده ودي كانت النتيجة. صدقوني أحسن إحساس في الكون إن ولد ولا تربطك فيه أي صلة قرابة ولا أي حاجة ويقول لك يا بابا. وبكده انتهينا بالجزء الإنساني من جزء الجمال اللي هو المحسوس، وانتقلنا بالجزء الثاني اللي هو الإنتاجي، وكان أول تطبيق فيه هو المشاركة. المشاركة اتطبقت بالآتي: عملنا 4 مسابقات كل أسبوع. ما كانش مهم خالص أسماء المسابقة عبارة عن إيه، بس كان غرضها الأساسي إن الولد كان لازم يكون مخلص في عمله وأهم حاجة أخلاقه حميدة. الولاد كان كلهم نفسهم يوصلوا للمكان اللي حضراتكم شايفينها إنهم ياخدوا الجايزة، فبالتالي اتعاد توظيف غريزة فيهم اللي هي المنافسة، فبالتالي كلهم اتغيروا ووصلوا للمرتبة دي أو معظمهم. عشان بقى تاني تدريب كان تدريب تقدير الذات، ازاي تعرف قيمتك، ودي طبقناها بالآتي: كان لازم نشرك الأولاد في اكتيفيتيز تانية خارج نطاق الفصل، بإننا مثلا نعمل لهم مجلة، وده على فكرة مقال من مقالات الأولاد، الديزاين، الإيديت، الكتابة نفسها، كل ده شغل أولاد من 1 لـ 7. الفكرة كلها علشان الطفل يديني النتيجة دي إن إحنا زرعنا فيه الثقة، أنت ليك قيمة، أنت تقدر تعمل. عشان كده دي كانت النتيجة بتاعتهم، وغير كده اتشاركوا في البرودكاست الصبح في الأسمبلي، غير كده لوحهم اتحطت جنب فصولهم فعرفوا قيمة نفسهم. تاني تطبيق كان تطبيق تحمل المسؤولية، كان لازم الولاد عشان يتحملوا المسؤولية يتحطوا في موقف هم أولياء أنفسهم، من غير ماما غير بابا. صحيح كان فيه مدرسين بس 3 بيراقبوا على 200 طالب. زي ما حضراتكم شايفين ده مكان بره المدرسة، كان الولاد فيه عملنا زي مسابقة كورة، وفي نفس الوقت اتعرضنا لمواقف مختلفة كتير، وكان الطلاب كلهم مبسوطين وفي حالة سعادة، واتحطوا في مواقف كانوا لازم يتخذوا قرار. غير كده الفوائد اللي اخدوها ان هم اتعاملوا مع ناس كتير، مع ناس من فئات عمرية مختلفة، وغير كده اتحطوا تحت ضغط، فبالتالي دي كانت النتيجة، اتعلموا تحمل المسؤولية. ودي كانت نقطة أساسية جدا ان كتير مننا اللي انا بعمله في نفسي ده. طيب وانتقلنا للجزء الثاني، وده كان تدريب على اتخاذ القرار، ازاي تاخد قرار في حياتك. عملنا الاتي: عملنا اكتيفيتي بسيطه جدا في يوم في حصه الانجليش، كان كل طالب مطالب انه يلبس لبس ازاي الوظيفه اللي بيحلم بيها، وكان مطالب انه يطلع يتكلم 2 دقيقة عن الوظيفه اللي بيحلم بيها. فعلا نفذنا، انا عن نفسي لبست هدوم الجراحه وشاركت معهم بس، واكلنا وانبسطنا وكل حاجه، بس ما كانش ده الغرض ان احنا ننبسط بس، كان الغرض ان نوصل لهم معلومه الاتيه: مش مهم انك تكون دكتور او مهندس عشان تكون شخص محترم، المهم انك تكون حاطط هدف في حياتك علشان توصل له، ومهما كان الهدف ده بدل بتؤمن بيه هتوصل له. يعني مثلا
لو حطيت في دماغك انك تكون دكتور هتكون دكتور، لو حطيت في دماغك انك تكون رسام هتكون رسام، لو قلت انك عايز تسافر لندن، لو قلت انك عايز تسافر لندن، شكلي مش هسافر ولا ايه؟ لو قلت زي ما قلت لكم مش هسافر بابا، ربنا يمسيك بالخير يا بابا. اخر تدريب كان تدريب الثقافه التنوير، ازاي افتح عقول الطالب، ودي اتحققت بالاتي: مكتبه المدرسه، كان لازم نجبر الولاد على القرايه بس مش بضرب او باجبار، كان لازم تجبرهم بشكل تاني، ودي اتنفذت بالاتي: كان المدرس مطالب انه يقرا للطلاب، مطالب انه يقرا للطلاب بصوت عالي في الحصه، وفي نفس الوقت يفرجهم على صور علشان يحسسهم، علشان يحسسهم بالحماس. طيب ونفذنا النقطه الاخيره، وبكده اكتمل هيكل الجمال اللي بينقسم للجزء الملموس والمحسوس. بس السؤال دلوقتي: هل انا وصلت لليوتوبيا؟ هل وصلت للمجتمع الفاضل اللي بحلم بيه؟ ما وصلتش، ما وصلتش للمجتمع اللي بحلم بيه. وده يرجع للاتي: وقتك ما وصلتش لحاجه بعد كل التعب ده، وفي الاخر تقول لي ما وصلتش لليوتوبيا؟ كمل الاول يا عم، ما انا قلت لك من الاول خالص مفيش حاجه في الدنيا اسمها يوتوبيا. اقول لك على حاجه، انا ما وصلتش لليوتوبيا عشان انت جوايا، علشان افكارك السلبيه مسيطره عليا، فبالطبيعي علشان اخلص منك، عشان اخلص واوصل اللي انا عايزه كان لازم اخلص منك. يلا امشي بقى بتنحتك دي. انا صحيح ما وصلتش لليوتوبيا، وبعد ما خدت من نفسي اللوامه اكتشفت السبب ده، لاني ما جاوبتش غير على سؤالين من الجولدن سيركلز. باختصار شديد جدا، الجولدن سيركلز هي عباره عن ثلاث دوائر جوه بعض، جوه كل دايره في سؤال، السؤال ده لو جاوبته بشكل مثالي انا هقدر اوصل ليوتوبيا. اول سؤال في الدائره الاولى هو سؤال وات، ماذا؟ انا عايز اوصل لليوتوبيا، مش مكتوب لي اوصل ولا ايه؟ تاني سؤال هاو، بنطبق مفاهيم الجمال اللي هي بتنقسم للجزء الملموس والجزء المحسوس. ثالث سؤال، وهي دي النقطة اللي كانت تاهل عني، سؤال واي، سؤال واي. وسؤال واي هنا معناه الآتي: الإيمان، إيمانك باللي أنت بتعمله، إيمان إن في مجتمع فاضل، إيمان إن ممكن أوصل له، إيمان إن حضراتكم تستحقوا تعيشوا في اليوتوبيا. وفوق كل ده، وهو ده اللي هيوصلنا لأي حاجة بنحلم بيها، إيماننا بالله عز وجل. وفي الآخر أحب أنهي وأقول إنك طول ما أنت حاطط في دماغك سؤال إجابة واي، إنك عايز توصل للجنة ونعيمها، أنت هتقدر تحقق اليوتوبيا على الأرض. شكراً.